السلام عليكم ورحمة الله. أزوف اللون، مرحبا بكم في لايف اليوم 5 فيفري 2023. في اللايف هذا رايحين نطرقوا عدة مواضيع، تكلموا طبعا الحدث الرئيسي ديالنا هي المشادات بين البوليسية والشعب بعد مقابلة الجزائر والسنغال، واللي نازم فيها الجزائر بضربات الجزاء. نتكلم كذلك على وفاة رجل مجاهد التحق بصفوف ثورة التحرير و 14 سنة في عمره، ما هو جزائري، وبعد استقلال عاش في الجزائر، مات نهار السبت اللي فات 28 جانفي، و كانت عنده الجنسية الجزائرية. هذا كي بعد ما دفنوه عطاه الجنسية الجزائرية، نحكي عليه من بعد. بالصور راح نشوفوا فرنسي يكتشف الوجه الخفي لوهرن، وهرن الباهية. شوفوا كيفاش ولات في هذه العصابة. ونتكلموا على عمال مركب المنظفات تاع سور العزلان، واش صار لهم في هذا المركب اللي كان يصدر المواد ديالو للخارج، والان شوفوا كيف شرح. فوالا، هذه بعض العناوين اللي راح نشوفوها. ونبداو كما العادة نذكروا بالخرجات البهلوانية تاع سيتبون الكاسيدور. شوفوا الكلام اللي يقول فيه، يعني ولا واحد قادر يصدقوا. اتفضلوا اسمعوا. يعني مؤخرا شفنا عقد تاع 4 ملايير دولار وكذا، ومؤخرا نطالع في منذ يومين فقط في منصة يعني عالمية يعني تقول بأنه سوناتراك تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الاستكشافات، ثم بعد ذلك تأتي شركة نرويجية. نشوفوا أيضا مشات للإنتاج كما في برنامجكم سيادة الرئيس، المواد الأولية وكذا وكذا وكذا. وهذا الشيء خليني نربط سيادة الرئيس مع الطريق العابر للصحراء، مع الأنبوب أيضا العابر للصحراء اللي يربط بين نيجيريا والجزائر، ويخليني نتكلم على مشروع الفيبروتيك. يعني هل الأمور مربوطة عندك سيادة الرئيس، خاصة أن القطاع نشوف فيه مشى للأمانة؟ يعني أنا أول مرة مشيت أديس أبيبا في بداية يعني بتقريب أغلب الرؤساء الأفريقا ولا الممثلين تاع الدول اللي كانوا تما كلهم يعني فرحانين، قال لك نهائيا شفنا الجزائر وسمحت فينا الجزائر وضعنا وكذا وكذا، لأن الجزائر مصيرها إفريقي. قبل ما نكملوا نسمعوا لاسويت تاع الجو. شوف الآخر بالرغم أنه يعني ضرب في الشتاء أمور الصحفي هذايا، ولكن راهو يذكر بلي الجزائر عندها ما شاء الله من خيرات. يعني سوناتراك هي شركة الأولى عالميا من ناحية الاكتشافات، يعني راهنا نكتشفوا ونزيدوا في البترول والغاز، هذا الأنبوب مع نيجيريا، هذاك هذا منا. يقولوا تسمى شوش عندنا خير، والآخر واش يحكي؟ كي راك لهاد السبيبة قال لنا راكم خليتونا يتامى. الجزائر وين راحت؟ شوف ما نعرف كان سكران، ما نعرف لك كان ضرب شويه بغبره، يقولوا تبون الكوكايين. بقول لا انا بدنا نصدقوا. سمعت يعني شوف الجواب ديالو وين راح. نزيدو نكملو نسمعو لاسويت ديالو. تاع هبال 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 هاي افريقي، ولم لم لم افريقيا ما يكون الا بمساعي، مش مساعي الجزائر وحدها، ولكن مساعي بعض الدول الافريقيه. اروح وافهم انتيا، اروح وافهم واش راهو يهدر هذا السيد هذايا.
أرواحه في المشرف ويكبر. سبحان الله. زيد اسمع لا سويت. النيجيري يوصل لأوروبا عن خلال النيجر ولا الجزائر، هذا عمل عملاق افريقي سيدي، بان افريكانيزم. نتمنى باش يوم من الايام نكونوا من مزودين الكهرباء والافريقيا كلها، ولما لا ودولتنا الحلقه الشمسيه السكه الحديديه باش ان شاء الله تدخل افريقيا من خلال الجزائر. هذا مازال يكذب، على بالوش باللي الدولة ما تسيرهاش بالوعود الكاذبة. تكلم على هذه السكة الحديدية بين تامنا راس والجزائر في 2019 في الحملة الانتخابية، هاي ليك يعني باش ما تقولوش باللي رانا نزيدوا عليه ولا هاي ليك. في اليوم 19 من الحملة الانتخابية تعهد المترشح الحر لرئاسية 12 ديسمبر عبد المجيد تبون باسترجاع المكانة اللازمة لولاية تمن راس وتحويلها إلى قطب سياحي دولي بكل المعايير. تمن راس معروفة منطقة تجارية، منطقة سياحية، إن شاء الله إن شاء الله نشوف ونحاول بقدر الاستطاعة وإن شاء الله ننجح أن تعاود ترجع قطب سياحي من أكبر الأقطاب في المغرب العربي وفي إفريقيا. ولدى تنشيطه لتجمع شعبي أكد تبون التزامه بترقية المركز الجامعي لتمن راس إلى جامعة كاملة وفتح مدارس عليا في مختلف التخصصات. بالنسبة للطالبات والطلبة نتعهد باللي بمجرد ما تكون فيه فرصة تمن راس تترقى إلى جامعة كاملة بكلياتها، والكليات بالنسبة للهندسة بالنسبة لليمين بالنسبة لكل ما يتعلق بالمنطقة هذه. كذلك نحاول كيفاش نجيب من المدارس الكبرى تاع اللي في العاصمة واللي في وهران واللي في قسنطينة ونديلوكاليز جي هنا ثاني كذلك مدرسة وطنية هنا في تمن راس. المترشح في صلب برنامجه الانتخابي قطع لمناصره وعدا بمراجعة أسعار النقل نحو أقصى الجنوب مع العمل على تجديد شبكة الطرقات ومد خط السكات الحديدية ليربط تمن راس بالعاصمة. شوفوا درك واش يقول على السكة الحديدية ونعرف على كلش. يصبح المواطن ولد تمن راس يركب في القطار من المحطة نتاع تمن راس، قطار سريع، قطار وكهرب، يوصل العاصمة بعد 8 سوايع ولا 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. القطار تاع تمن راس. شوف دوك كلمة على السكك الحديدية وكذا، دوك رجع 3 سنين وهو راهو في قصر المرادية. وقتاش راح يبدا في المشروع تاع السكة الحديدية هذه؟ وقتاش؟ وقتاش؟ وراح يندير يعني في عام في عامين؟ لكن وين؟ لما يتكلم على تمن راس قطب سياحي وكذا، وقتاش؟ ما كان والو، الراجل ما زاد زار ما دار ما شاف ما والو. يتكلم يقول لك المركز الجامعي تاع تمن راس ردوه جامعه، وقتاش؟ 3 سنين فاتوا ما زادش دار على تمن راس. يزيد يقول لك نجيبوا مدارس وطنيه من وهران من زين قسنطينه نحطوهم في تمن راس، وين راحوا؟ ما كانش. الراجل هذا عم بالو يسير بلاد بالوعود الكاذبه. صح كنت كونديدا وتكلمت هو فاصون تاع راس مع الجلفه ومن جهه اخرى اللي يقدر يروح يدير في محمله، ما يقدرش يدير حمله في حتى جهه. راح يكذب عليهم. ولكن ما تبقاش تكذب هذه يا
اللي راه نشوفوا فيها هذه تاع اللي يقول له السكك الحديديه ودخل افريقيا عبر الجزائر وبدا وقتاش بركة ما تكذب بركة ما تكذب بهدلتنا قدام الجناس الناس كامل يضحكوا علينا يقولوا لنا عندكم رئيس كذاب وحنا ما انتخبناكش ولا واحد انتخبك نزيدو نكملوا لا سويت تشوف ديجا الجواب تاعو مع السؤال ما كان حتى علاقه بيناتهم ما كان حتى علاقه الاخر يبين له قولوا شو واش عندنا واش عندنا واش عندنا الاخر يقول له كي رحت لاديس ابيبا وكذا وبعد الاخر الانبوب بين النيجر والجزائر واوروبا يعبر عن الجزائر والنيجر شنو هاد الحكايه واش هاد الخروط والسكك الحديديه مي وين رايح بالكذب نسمعوا لا سويت مربوطه الدول اللي ما عندهاش سواحل نربطها بالبحر الابيض المتوسط من خلال السكه الحديديه تاع الجزائر الى وهلما جر من 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 امثله فيبروتيك مشروع الفيبروتيك فيبروتيك انتهينا احنا خلاص انتهينا وصلنا للحد نتاعنا اذا يا ودي الناس راهي في الزر ما عندهاش حتى كونيكسيون نورمال كونيكسيون نورمال تاع الانترنت ما كانش قالوا لا فيبروتيك احنا خلاص كملنا انتهينا منها وشنو هذا شبيه واش راهو يحكي واش راهو يحكي ويقول لك حيمدوا اوروبا لاخر الكهرباء والغاز شنو هذا الراجل هذا ما عندوش دي كونسيي تحقري لي كونسيي نعرفوهم غير الانتهازي الخوه والرديء الخوه بلو ميديوكر كو لي كونسيي دو تبون تيمور هاي أزيدوا كملوا لا سويت هذه الأمور اللي تربطنا بإفريقيا أمور مصيرية لأن المستقبل في إفريقيا حتى اليوم الحمد لله الشيء اللي يفرح أن رجال الأعمال تاعنا عاودوا اتجهوا لإفريقيا مين راهم رجال الأعمال يتجهوا لإفريقيا أنت رجال الأعمال راهم في الحباس شبيك راهم في الحباس واللي عنده شوية قدام ما راحوش لإفريقيا يستثمروا باسكو قاعد في الجزائر لا ما يقعدوش في الجزائر ها شحال من رجل أعمال في المغرب مستثمرين يستثمروا في المغرب ويخلقوا في الثروة في المغرب والجزائر بح نيات 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 قال لك يا خويا قتلنا بالبيروقراطية وقتلونا بالتشيبة لي إذا كاين بعض رجال الأعمال راهم يستمروا في إفريقيا ماشي باسكو حابين يهربوا لأنه في الجزائر ما بقاش تابعوا رجال الأعمال يستمروا في الجزائر هذا يستمروا في الجزائر ما كانش بح كلش حابس كلش حابس بلاد مشلولة واش علم من جي تخرط علم من جي تخرط وش بيك يحشم شوية على روحك يا عبد ربي هاي زيدوا تسمعوا كل شوية كذب باية صبحوا اليوم تصور يعني احنا النادي بإفريقيا ما إفريقيا يعني كاننا في بداية الاستقلال تاعنا لما الوحدة الإفريقية كانت سياسية ونضالية أكثر ما هي اقتصادية اليوم الاقتصاد هو اللي يتحكم يعني بعد 60 سنة استقلال باش فتحنا خط بحري مع داكار شفنا الاستقبال الباهر تاع شيء عيب العام الخليفة عيب كبير دوله يعني عظمى في افريقيا مثل الجزائر ما عندها باش تمشي انت باش تمشي لواندا خصك تفوت على باريس ولا تفوت على لندن ما عندكش خط ما يسموه الامور هذه كلها رانا نراجعوا قبل ما تخمم على خط بحر بين الجزائر والسنغال تاخذ حصتها في كيانها الافريقي قبل ما تفتش على خط بحري بين الجزائر والسنغال دير خط جوي روح شوف احنا على كل حال لابد من المقارنه روح شوف المطار تاع الدار البيضاء في المغرب شحال يدير من رحله للدول الافريقيه وقارن مطار الجزائر شحال من رحله ديال الدول الافريقيه يا هل ترى هذا ناتج عن
على المغرب مانيش عارف اش داير، باش هو يعني كل الرحلات نحو افريقيا تمر عبر الدار البيضاء بالاضافه الى مطارات اخرى تاع الرباط ووجده وغيرها. و الجزائر ما كانش، وعلاش؟ هو ننسى على بان الجزائر حابسه، ما كان حتى نشاط، ما كان حتى اقتصاد، تدير رحلات اسبوعيه لحبيت. ما تعمروش، ما كانش، لانه ما كان رجال اعمال تمشي ولا تجي، ما كانش استثمارات، ما كان اقتصاد، ما كان والو في بلاد حابسه. انت دير الجزائر لاهر داكار، والجزائر اكرا، ولا الجزائر نيامي، ولا واش باش كاين الجزائر باماكو خطره في السمانه ولا ما كانش. رايح لي خط بحري السنغال، واش راح تدي فيه الخط البحري هذا للسنغال؟ راي قول لي واش راح تدي، واش راح تبعث، واش راح تبيع، واش راح تبيع للسنغال، ولا واش راح تشري من السنغال؟ ولكن باسكو دير خط بحري للسنغال سي خط تجاري، باش دير بواخر تجاريه، ماشي باش يروحوا سواح من الجزائر ولا يجوا سواح من السنغال. تجاري ما عندنا ما نبيعو، الناس ما صابتش الزيت، ما صابتش الدقيق، ما صابتش الماء، ما صابتش البيض، ما صابت الحمل، الحوت، الحوت يا عجبة ما كانش. مش راح تجيب ولا مش راح تدير انت خط بحري مع السنغال، تخرط علينا ولا تخرط على روحك؟ خي كذاب يا اخي، نكملوا نسمعوا راسويت. قالوا دولة عظمى كالجزائر، من وقتاش الجزائر عظمى؟ في عهدك انت كانت عظمى، وي نعم الجزائر كانت دولة عظمى، اما لما جاوا العرايا كيما انت وانت يا وشنقريحة وجماعتكم، شوف شكون اللي راهو يحكم اليوم في الجزائر، شوف شوف هات نعطيكم تصور باش تشوفوا شكون اللي راهم يحكموا في الجزائر اليوم. تقول لي دولة عظمى، شو من دولة عظمى ديالك؟ تسعين سنة في عمر هذا الشابي في النص هذايا، تسعين سنة في عمر قائد الناحية العسكرية الأولى، أصغرهم عنده 70 سنة وأكبرهم 90 سنة، هذا اللي يحكموا في الجزائر. واش من عبقرية عندهم؟ واش من مخ عندهم؟ واش من فهمة عندهم؟ واش من فاش يفيدوا الجزائر هذو؟ أهمني هذو يديروا الجزائر دولة عظمى. بهذو دي الدولة عظمى، روح احكيها البيبيت، احكيها عليه كيفك يا منوك، تمنو تكذبو تمنو بالكذب ديالكم وحدكم. دولة عظمى، شنو دولة عظمى هذه؟ دولة اللي الشعب داير راشان على الغاز، في بلاد الغاز، وفي البرد وفي الثلج، دولة اللي الشعب داير راشان على الزيت، من 7 تاع الصباح. هو داير على زيد ال 11 وما صحتلوش قرعه، ودوك زدوا لكم تصاور اخرين من بعد. واش من قالوا للدوله عظمى؟ بركه ما تخرط خي خروطو يا اخي.